وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، صدق الرئيس السيسي على ترقية قائدي القوات الجوية والقوات البحرية من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق. وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرر تصديق الرئيس السيسي على ترقية كل من قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم، وقائد القوات الجوية اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم.